أيضاً معانا واحد من الأسماء المحترمة جداً في الكرة المصرية، مهاجم كبير ومدرب رائع، الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة. كابتن عبد الحميد صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الخير يا كابتن كريم، متألق كالعادة ومنور كالعادة، وكل التوفيق لك دايماً. حبيبي واحد كابتن. من الناس الجميلة المحترمة اللي الواحد بيحبها حبيب. وبيتمنى دايما ويسعد بنجاحها دايما. ده شرف كبير لينا يا كابتن عبد الحميد، تواجدك الدائم دايما وطلتك اللي دايما محترمه جدا. طيب قول لي كده بقى بهذا التون الصوت الرائع، اديني يعني كلمات تفاؤل باذن الله لمنتخبنا في هذه البطوله، البطوله الافريقيه. والله يمكن انا هتكلم كواحد من الشعب المصري اللي هي عاشقه لكره القدم وبتتمنى دايما لمنتخبها دايما الرياده والتفوق في كل المحافل العالمية والأفريقية. طبعا مستر كروش اختار القائمة اللي هو شاف من وجهة نظره إنها إن شاء الله تحقق كل أمال وطموحات وطموحات جماهير الكرة المصرية. كلنا وراه بندعمه، كلنا بنسنده، وكلنا واثقين في الجهاز الفني وفي اللعيبة. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يحققوا لنا بطولة غابت عنا بقالها فترة مش قصيرة. ان شاء الله باذن الله باذن الله يصل للمعادله اللي الجماهير الشعب المصري كله بيحبها، اللي هي النتائج الجيده مع الاداء الجيد. وان شاء الله باذن الله يتحقق، لان احنا عندنا الامكانيات الفرديه لده والجماعيه، عندنا مجموعه لعيبه من اجمل واحسن ما يمكن، بتتميز بكل عناصر اللعبه الحديثه. وان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا منصورين من الكاميرون محققين من البطوله. من اخر لقاء بيننا يا كابتن عبد الحميد كنا نتحدث عن الانتقادات التي توجه لي كارلوس كيروش، ما زالت الانتقادات مستمره حتى هذه اللحظه، وما زال مش عايز اقول تربص، برضو عايز اقول انه اي كلمه الراجل بيقولها بيبقى عليها تعليق او انتقاد، اي حركه اي اختيار دايما انتقادات على كيروش، رايك ايه؟ يا كابتن كريم احنا مش في وقت اي نقد دلوقتي، المفروض كلنا بنتكاتف ونتجمع خلف منتخبنا ودايما نقول لهم ان احنا واثقين فيهم كجهاز فني، واثقين فيهم كلعيبه. الجهاز الفني عايز ينجح، عايز يحقق بطولات كبيره جدا لنفسه، مجد شخصي لنفسه ولينا، فبالتالي اكيد اكيد هو شاف من وجهه نظره هو ان ده الافضل حاليا، وده من حقه وحقه الطبيعي جدا جدا، ما نقدرش حتى ان احنا ناخد حق من حقوقه او ناخد اختصاص من اختصاصه هو. فبنتمنى دايما من الجميع انه يوقف اي كلام دلوقتي او اي نقد، وان احنا نقف خلف فريقنا دايما مساندين وداعمين له. وان شاء الله باذن الله احنا ثقتنا كبيره فيهم، ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا محققين لنا البطوله والكاس، علشان انا عارف ان دايما البطوله بتسعد الشعب المصري وبتخليه دايما مبسوط، فبنتمنى منهم ان شاء الله انهم يبسطونا ويسعدونا، واحنا واثقين في اللي هو عمله واللي هو قرره. وبنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون اختياراته الموفقه، وان شاء الله باذن الله يحقق لنا اللي احنا بنتمناه كشعب محب للكره المصريه. تتوقع يا عبد الحميد اختياراته هتكون ايه باذن الله في اول مباراه في كاس الامم الافريقيه امام المنتخب النيجيري، هتكون الاختيارات ايه؟ يمكن في لعيبه احنا ما فيش خلاف، يعني ما فيش حد هيختلف عليها كابتن كريم، كلنا متفقين على الكابتن محمد الشناوي في حراسه المرمى، الكابتن اكرم توفيق في الباك اليمين، وعندك احمد حجازي والونش دباكين، وعندك في الباك الشمال فتوح، وهنا هيلعب بثلاث ديفندرات ايا كان الثلاثه، ان شاء الله لو سليم وجاهز باذن الله عمرو السوليه هيبقى موجود، لو سليم ان شاء الله هيبقى موجود جنبه النني ومعاهم حمدي فتحي، ثلاثه جامدين جدا وكويسين جدا جدا. وفي ناحيه اليمين هيبقى اكيد محمد صلاح، ناحيه الشمال هيبقى واحد من اثنين، يا اما تريزيجيه يا اما عمر مرموش، ومهاجم صريح وحيد مصطفى محمد. اللي احنا بنتمنى لهم مع زمايلهم ان شاء الله باذن الله التوفيق، وتكون مباراه الافتتاحيه طيب. بتاعتنا ان شاء الله تكون مباراه نتيجه واداء على اعلى مستوى، لان دايما مبارياتك الاولى بتقدم انطباع لكل المنتخبات
ان منتخب مصر ان شاء الله باذن الله ناوي يروح لبعيد جدا جدا، وان هو ان شاء الله قادر على تحقيق البطوله باذن الله. طب كده كابتن عبد الحميد، لو فكر كيروش وهو بيفكر بالفعل في هذا الامر، اللعب محمود تريزيجيه في وسط الملعب في المركز رقم 8 هتكون فكره صائبه، ولا انت شايف انه بلاش ياخد القرار ده ويلعب بيك جناح افضل؟ والله يمكن انا عايز اقول لك ان دايما المدير الفني بيبقى قريب من اللعيبه على ارض الواقع، ويبقى عنده حلول واختيارات احنا ممكن نكون بعيد عنها شويه، انما طبعا احنا ما شفناش تريزيجيه بيلعبها قبل كده، يعني احنا دايما متعودين ان تريزيجيه بيلعب في اطراف الملعب سواء ناحيه اليمين او الشمال. هو انا هفكر شويه حضرتك يا كابتن عبد الحميد، بدايات تريزيجيه مع الاهلي كانت في المركز ده لو تفتكر، هي من فتره طبعا، بس كان بداياته كان بيلعب في المركز ده. تريزيجيه عنده مرونه تكتيكيه نقدر نستفيد منه في اي مكان، فخد بالك سواء لعب هو او لعب عمر، ما هو ممكن يلعب كمان بثلاثه، يلعب بتريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح ولو السليه مصاب يبقى حمدي فتحي والنني، ونلعب ب 4-2-3-1 مع تكليف تريزيجيه بانه يقوم بدور ثمانيه مع حمدي فتحي لو والنني لو هم احنا في الحد في الجزء الدفاعي. كل دي مرونات تكتيكيه يقدر المدير الفني يتعامل بيها، القماشه بتاعه اللعيبه تسمح. احنا عندنا الحمد لله لعيبه القماشه تسمح ان انت تقدر تستغلهم في اكتر من مكان. صحيح. فاحنا بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى لل 11 اللي هيبداوا التوفيق، وان شاء الله باذن الله باذن الله احنا وراهم ومعاهم، وبندعي لهم من قلوبنا ان ربنا سبحانه وتعالى يكلل تعبهم ومجهودهم ان شاء الله بالبطوله، إن شاء الله. وانهم يسعدوا شعب كامل ان شاء الله، الشعب المصري اللي يستاهل من اللعيبه انها تفرحوا وتحققوا اللي بيأملوا هو البطوله ان شاء الله. صحيح. كابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني، مدرب نادي غزل المحله، نجم منتخبنا ونجم نادي الزمالك الاسبق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.